السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله المساء في كل مكان متابعينا الأوفياء وكذلك مشاهداتنا الوفيات كذلك لهذه السلسلة من اللقاءات المباشرة في مباشر الليلة سنتحدث عن اللغة الجديدة التي تحدث بها الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق سعيد شنقريحه في مواجهة المخزن وألاعيبه وأكاذيبه وكذلك سنتحدث عن البيان الصادر عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحديدا عن وزارة الشؤون الخارجية والذي تحدث كذلك أو ذكر العالم بتجاوزات الاحتلال المغربي وذكره كذلك بالمسؤوليات التي على عاتقه فيما يتعلق بهذا النزاع اللي هو نزاع الصحراء الغربيه الممتد لمده 45 سنه متواصله. مع بدايه هذا الفيديو ادعوكم الى مشاركته وكذلك الاكثار من القلوب والجيمات دعما طبعا لهذه الفسحه ليحسدنا عليها المخزن ومخازنية الفيسبوك والذباب المخزن الالكتروني اللي شغال فقط من اجل الاطاحه بالصفحات والتبليغ عن الفيديوهات المباشره ومحاوله كتم الاصوات الحره وهو بذلك يعني يواصل فشله الذريع في ان يمنع الكلمه الحره من ان تصل الى اولئك الذين يريدون ان يعرفوا الحقيقه من دون تصوير او تدريس. إذا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لحظات ونبدأ لكن قبل أن نناقش هذا الموضوع ونحن نتحدث إليكم نستعيد ما يسمى بمسرحية الانتخابات اللي نكتشف كل يوم ونشارككم المعلومات اللي نتوصل بها كل يوم نتوصل بفضائع وبحكايات تصلح لأن تكون جزءا من كتاب عن الفساد السياسي الزريبي إن صح التعبير واللي يعني يمكن أن يكون دروسا ناجعة للديكتاتوريات في العالم حتى يصنعوا الانتفاخات على المقاس يعني حينما أسمع حينما أسمع بأن واحد من منتفخي من منتفخي طنطان المحتل منتفخي طنطان المحتل وأعرف يعني حينما أقول كلمة المحتل على جيدا يعني خلفية الكلمة ومعناها طنطان المحتل فيه واحد من بلوكيت وبلوكيت هما أكثر من جرات هما مساكن أصحاب السب والشتم الذين علمهم المخزن فقط هذه اللغة أكثر من جرات يعني كل مرة تبلوكي عشرين ألف واحد يطلعوا لك عشرين ألف واحد ثانية دون الحديث عن أصحاب الخاص يضحكون مساكن يجوا الخاص ويقول لك لعنة الله عليك يجيك <applause> الخاص اللي تم أنا أعرف يكتب مسيكين ويتعب نفسه في في الكتابة وفي السب والشتم وكلام كلام كلام, كلام الزنقة ويظن على انه صافي لا قرينا احنا هذه الرساله لين نسخفوا لين لا, لا نطيحوا سنغلق الفيسبوك بؤساء فكر العياش المساكين وهو يترك وراءه ديكتاتور يعني يترك وراءه ديكتاتور ينكل ب 40 مليون مغربي وينهب خيرات 40 مليون مغربي ويسرق خيرات 40 مليون مغربي ولكن لا لا يملك الشجاعه لانتقاده ولا يملك الشجاعه للحديث اليه بكل صراحه ما يكتب عنه حتى كلمة واحدة ويأتينا في الخاص وينشر ويكتب و... <applause> والله يشفق عليكم حقيقة إذا كما قلنا أنه واحد من منتفخي الطنطان المحتل انتفخ انتفاخا يعني ما هو لا انتفخ انتفخ انتفاخا عدت ربما إلى مسيته ببرة يطرطك إلى مسيت ببرة يطرطق بسبب الانتفاخ من المال العام ومن أموال الحشيش وأصبح بذلك يتوفر على الشاحنات الشاحنات من الحجم الكبير وأصبح يعني منتفخا حتى حتى الانفجار هذا المنتفخ قيل لي بأنه كان في الانتفاخات الأخيرة ينفق عشرة آلاف درهم للصوت الواحد مليون سنتيم للصوت الواحد مليون سنتيم للصوت الواحد ذكروا معايا تذكروا معايا هذه العبارة مليون سنتيم عشرة آلاف درهم للصوت الواحد وذهب إلى الوطية المحتلة وترشح هناك <applause> خانه <مالكة> و... <applause> 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 <أطالب> ملكه وطنا. يا طيرك انت وملكك إيش خنا الملكك انت وطالبوا ب 20 سنه سجنا لكل من يخون ملكه هو ووطنه يا طيرك انت وملكك ويا طيرك انت ووطنك انت <applause> عندك <applause> شي وطن <فضل> بعد كاع الاولى كاتب بلغة لا <اللي أنا> نفهمها مسيكين الله يشافي الله يشافي شافاكم الله من العياشيه <الطبيق> <العيشية> أطلب بعد عشرين سنة لسراق المال العام بعد هي الأولى هذو الذين يسرقون إرادة الشعب إذا كما قلنا هذا المنتفخ قيل لي بأنه لا شخص واحد يعني شخص واحد شخص واحد كان يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيل لي بأنه اشترى أسرة مؤلفة من سبعة أشخاص في الوطية المحتلة وبعث بأحد أعوانه وهو يحمل سبعين ألف درهم سبع ملايين سنتيم لهذه الأسرة سبع ملايين سبع ملايين سنتيم بعث لأسرة واحدة فيها سبعة أشخاص أحدث يعني ولا قس على ذلك من الأسر الأخرى اللي فيها اثنين وفيها ثلاثة وفيها أربعة وفيها خمسة فكان يذهب باصحابه ويبعث باصحابه باش يوزع عشره الاف درهم للراس وانا متاكد من ان هذا المنتفخ هذا المنتفخ انا متاكد بانه والله استغفر الله لن 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 يعين اسره واحده من الفقراء المحتاجين الى الدعم يعني لن ينفق درهم واحد من أجل الفقراء لكنه من يستطيع أن ينفق عشرة ألاف درهم للرأس حينما يتعلق الأمر بالعياشة وحينما يتعلق الأمر بأولئك الذين سيصفقون لما يسمى بالانتفاخات في إطار طبعا ديمقراطية أمير المجرمين وحينما نتحدث عن هذا المنتفخ فإذا نتحدث كذلك عن بطولاته في نهب المال العام مع واحد كذلك اليوم تسلم منصبا مهما داخل الطنطان المحتل فكان يستعين به يعني هو مقاول وكان يستعين به كذلك في تخليصه من الازمات وتعلمون الازمه التي تحدثنا عنها والاعتقال الذي تعرض له في مدينه الدار البيضاء واللي كان بسبب شيكات من دون مؤونه واللي تخد يعني سانده في الخروج من هذه المحنه ملك الصحراء الغربيه حمدي ولد الرشيد الذي قام بالتدخل وقام بمده بالاموال واخرجه من السجن وبحث هذا المنتفخ في وقت من الاوقات لتبرئه نفسه فذهب الى الفيسبوك وأصبح يكتب بأنه لم يكن أبدا معتقلا هذا المقاول الآخر أي ذلك يعني أقرضه 200 مليون سنتيم لا باش نذكر ذوك اللي فرحانين يقول لك والله فلان الحق المجلس الإقليمي واحد راه الحق البلدية واحد والله شنو نقول لكم والله والله أنكم تراهنون على تراهنون على السراب لتحدث التغيير متى كان التغيير بالفسدة؟ متى كان التغيير بأولئك الذين يسرقون المال العام باش لا يتعدل التغيير تعدلوا بالمجرمين قد شبرت حد يدخل معركة نظيفة شريفة بالمفسدين فأقرضه 200 مليون سنتيم وعاجز عن 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 تسديدها للمنتفخ للمقاول عفوا فما كان فما كان من هذا الـ المنتفخ إلا أن أهدى إحدى الصفقات لهذا المقاول اللي جايكم اليوم ويحمل شعار التغيير والله يا أسف أنا ما يذكر اسمه ولكن هو يعرف نفسه ويعرف قصة 200 مليون سنتيم ويعرف قصة اعتقال المنتفخ في الدار البيضاء والقصة كذلك تعرفونها وهل طنطان المحتل يعرفونها أكثر مني لكن فقط إيه حتى حتى نذكركم بالواقع يعني لانه هذا الواقع لا يرتفع وهذا الواقع احنا مس يعني مسؤولين عنه بطريقه او باخرى والناس كذلك الموجودين في المنطقه مسؤولين عنه بطريقه او باخرى خصوصا اولئك الذين يضعون يدهم مع المخزن ويوهمون الشعب على انه فم هناك تغيير اذا كما قلنا هذه هي الانتفاخات واليوم يعني سمعنا وتوصلنا بخبر انه عامل سارق الدجاجه على السماره المحتله قد توجه هو وعوانه ومخابراته ومسؤوليه الامنيين والعسكريين توجهوا صباحا الى سيد احمد العروسي بالسماره المحتله وطلبوا من من الحارس الموجود بان يمنع دخول اي شخص لمده عشرة ايام وتفقدوا كذلك عن المسالك البريه والطرقيه المجاوره ل للزاويه اللي من المعتقد او من المرتقب ان تحتضن لقاء تحت ما يسمى بالقبيله دعما لواحد كذلك من مفسدي المخزن الذين وضعوا يدهم مع المخزن لعقود واليوم يبحثون يبحثون عن تحقيق ايضا مصالحهم الخاصه والله لا يبحثون عن تحقيق مصالح اهلهم وذويهم لانه خلاه وراهم سلطان خي في بجدور المحتل خلاوها مع مع المجرمين ومع الفسد الذين يطلعوا فوق السطاح والذين يعني يرمون بال بالقاذورات عزكم الله على على المنزل واللي تعداوا عليها خبطوها مرة بحجرة ومرات يعني اقتحموا المنزل بدون قانون ولم يفتح واحد, واحد من هؤلاء المفسدين لم يفتح فمه بكلمة واحدة وهو يستطيع أن يرفع التليفونات يرفع تليفونه ويتصل بالمفسد الأول في بجدور المحتل إبراهيم بن إبراهيم ويتصل كذلك بالكوميسيرات وبالمسؤولين الامنيين والمخابراتيين والله يتصل قاع بوالي الاحتلال في العيون المحتله بكرات ولكن لا احد من كل هؤلاء يستطيع لانه يفتح فمه لان المخزن خازن له ياسر من الملفات الى فوت له ملف المخدرات يمشي له الملف التموين التم المخيم الى الى مشى عن ملف تموين المخيم سيذهب به الى ملف ثغرات القرقرات غير القانونيه والتجاره غير الشرعيه والتهريب تهريب السجاير والسلع وهلم جرا من من اصناف الفساد تخيل مع راسك اي فساد بغيته موجود وهذه هي وضعيه الصحراء الغربيه في وقت يوجد من يقاتل على هذه الارض ويبحث لهذه الارض عن ألا ان تكون طاهره من هؤلاء الأنجاس الذين جاءوا إلى المنطقة ودنسوها بكل أصناف الحشيش والمخذرات والانحراف وكل أصناف الغش التي لم يكن لم تكن يعني في 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 ذهنية الإنسان الصحراوي ولا من سلوكه ولا من ثقافته ولكن ارتباط معنا عزكم الله هذا البوذنين فأصبحنا يعني نعيش كل كل الويلات الله يحفظ كل الويلات يعني تتنقل الينا رويدا رويدا واصبحنا يعني نستفيق على مجتمع فيه المخذرات وفيه الانحلال الخلقي وفيه ضياع الثقافه المحليه وفيه ضياع اللسان فاصبح المسؤول في الصحراء الغربيه يقول لك غادي غادياش غادي ما علاقه غادي باسمه غادي ماذا تعني في الحسانيه يا يا مع على الاسف ماذا تعني ماذا تعني غادي وفعلا يعني حينما تقولون بانكم غادي تاسس طريق والله غادي ما نعرفهاش فمعنى على انك فعلا في 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 طريق الضلال اذا بالمناسبه لابد ان نحيي مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونحيي يعني شعبنا الصامد في مخيمات العزه والكرامه ونحيي كذلك الجزائر اللي ما سبحت قط في الصحراويين وما تخلات عنهم في هذه المعركة ولا باعت فيهم ولا شرات كما يفعل المخزن اليوم عن طريق أعوانه هنا وهناك إذا الجزائر اليوم عن طريق الفريق اللي هو قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق سعيد شنقريحة خرج بتصريح واضح يعني اليوم خرج بتصريح واضح وبلغه واضحه في حديثه الى المخزن بل اعتقد على انه هي المره الاولى اللي اسمع فيها هذه الكلمه الشديده اللهجه الموجهه الى المخزن لانه يعني حقيقه يعني كل من يتابع هذا الوضع الموجود في المنطقه يعرف بان المخزن تمادى تمادى كثيرا المخزن الغالق المخزن الذي لا يحسب حساباته جيدا يعتقد على أنه ممكن أن ينتصر في هذه المعركة ولذلك يجند كل الوسائل والسبل من أجل ربح هذه المعركة اللي انفتحت عليه بشكل مباشر منذ الثالث عشر من نوفمبر 2021 تاريخ نهاية وقف إطلاق النار طبعا بسبب تهور المخزن إذا هنا لهذه الكلمة وبعد ذلك يعني نناقشها جماعة في الجزائر من الداخل والضغط عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأمة لكن سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقويه بجيشها وشعبها عازمه اليوم اكثر من اي وقت مضى تحت قياده السيد الرئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنيه وقرارها السيد كما انها في أتم الاستعداد للتصدي بحزم والصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تُحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها، معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر ومبادئها الثابتة ووحدة شعبها الأبي الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته في كافة الظروف والأحوال كرجل واحد أمام أي جهة تنوي الإضرار بالجزائر الشهداء فإرادة الشعوب لا تقهر إذن كما يعني كما استمعتم كلمة شديدة اللهجة موجهة إلى النظام الجزائري إلى عفوا إلى النظام المخزني اللي حقيقة تمادى والكلمة يعني حينما يعني نعود إليها بشكل كامل لأن مهم يعني مضمونها مهم جدا مهم على أنه يسمعوا يس يسمعوه طبعا عياشة الزريبة الذين يزعجهم أي شيء يتحدث عن الجزائر ويكشف يعني حقيقة ما ينتظر نظام الزريبة في الأيام المقبلة. إذا إذا تقول الكلمة. نحاول على انه يقربكم فقط ولان ثبات بلادنا يقول الفريق شنجريحه ولان ثبات بلادنا على هذه المبادئ وتصميمها على عدم الحياد عنها اصبح يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة ذا اليوم الجزائر بشكل واضح تخبر النظام المخزن وتخاطبه بلغة واضحة ماشي في الطريقة التي يخاطب بها نظام المخزن الجزائر لأنه دائما هو يختبئ وراء المصطلحات ويختبئ وراء الدبلوماسية الفارغة ويختبئ وراء الأنظمة الأخرى والكيانات الأخرى بشدة يدافع عن نفسه وهو لا يستطيع لأنه لو كان عنده الشجاعة لخرج بشكل مباشر بلغة مباشرة لكنه لا يستطيع اقصى ما يمكن يعني اقصى ما يستطيع هو ان يوجه سهام يعني العصي نحو نحو الشعب المغربي البسيط يعني حاقر على واحد فيسبوكي حاقر على واحد ناشط في حقوقي حاقر عليه على الدراويش حاقر عليه على واحد يبيع كاو حاقر على واحد يبيع يبيع مطيشه في الشارع هذا هو هذه قوه المخزن قوه المخزن يجسدها فقط في هذه التصرفات ما يقدر يرفد سلاحه ويمشي للحدود مع الجزائر يقول الجزائر انا هذه ها هي رعي حدودي راعي اسلحتي واجده باش نحارب اذا مس حد الاراضي المغربيه هذا لا يستطيع ان يقوله نظام المخزن الجبان المخزن الحقير المخزن الذين نعرف حقارته وندرك جيدا حقارته ونعرف كذلك مستواه الحقيقي لا يستطيع لأنه يفعل ما يفعله الشجعان ويجي للحدود مع الجزائر يقول للجزائر أنا ها أنا هذا موجود استطيع أن أحارب ويأتي صاحب الدجاجة بنفسه ويلبس البدلة العسكرية والله يصل حتى واحد من أعوانه هؤلاء الأعوان اللي تشوفوهم يختبئون فقط وراء الشاشات ولا يستطيعون حتى أن نتعود عند الصورة في جوجل يعني ياسر من اللامسؤولين في السريبه لا يستطيع حتى تعود عنده ما عنده الحق حتى تكون عنده صوره في جوجل لما تبحث عن جوجل ايماج ما تجبر تجبر صوره له لانه ممنوع من ان تعود عنده صوره ما يسمح له فقط الا بالصور الرسميه واحده ولا اثنتين ولا ثلاثه يقول لك حمايه للمسؤولين، من المسؤولين عندكم؟ اية من هو ما قيمه هذا المسؤول الذي لا يستطيع أن يحاور الصحافه ولا يتكلم اليها ولا والله يخاطبها ولا والله يصمد امام اسئله الصحفيين، حتى صاحب الدجاجه لا يستطيع ان يجري صحفيا حوارا صحفيا بالصوت والصوره. شوفوا كم من عام هو على على كرسي كرسي العبوديه وتعياشيت. ولا يستطيع أن يخرج يخرج في تصريح بالصوت والصورة ويتحدث بشكل عفوي جدا ويتكلم مع الناس ويتخاطب مع الصحفيين ويجيب على أسئلتهم ويبين قمة ذكائه يعني هذه القوة الخارقة التي يصور لنا العياش أنه صاحب الدجاجة ما نعرفهاش وصاحب الدجاجة عبقري وصاحب الدجاجة يعني ما شاء الله ذكي وصاحب الدجاجة إنساني وصاحب الدجاجة يعني كل كل المصطلحات التجميليه تجدها عند العياشه في الههم هبلهم السادس ولكن حينما تجد يعني ترجع الى الواقع وتتحدى سيدهم بان يخرج في تصريح لنرى هل هذا ملك انساني او هل ماذا ملك ذكي او هل هذا يعني قوه خارقه لكنه لا يستطيع ان يخرج لانه يعرف بانه ستسقط عنه اوراق التوت فلا يخرج اليكم الا في 15 دقيقه من كل شهرين ولا ثلث شهر ويتهجها نصفها عاش شعبي العزيز يعني نصف نصف خطاب صاحب الدجاجه لا يخرج عن شعبي العزيز شعبي العزيز شعبي العزيز احذف هذه شعبي العزيز ماذا ماذا استفاد الشعب من شعبي العزيز؟ والله انك تكره الشعب ولا تحب الشعب واخر شيء يعني يطيح على بالك هو الشعب يعني اخر اخر شيء كنت تحبه انت هو الشعب لكن قل مالي العزيز قل دراهمي العزيزة، قل ملياراتي العزيزة، قل شركات العزيزة، قل أخناتوشي العزيز، قل أصحابي العزاء، أسأل لصوص الأربعة والأربعين العزاء، لكن تقول الشعب، شعبي العزيز، كل مرة وأنت لا تظهر من المعزل هذا الشعب سوى السجون والاعتقالات والاختطافات والتزوير، وسرقة المال العام وإطلاق الفسدة وحماية الفسدة حتى أصبحوا يعني هم الذين يحكمون هذه الزريبة. وبعد ذلك يخرج إليكم ويقول لك شعبي العزيز أين هي هذه العزة؟ قل لي واحد يعني خاطبك في فيديو واحد في هذه الزريبة الممتدة قل لي لمدة سنوات قل لي واحد خاطبك وقال لك يا صاحب الدجاجة يا أمير المؤمنين إنني مظلوم في المكان الفلاني فاستنجدت له. واحد أعطيني واحد. لا يوجد واحد استنجد استنجد بك فاجرته ولا واحد استغفر الله العظيم الكريم من هذه الكلمه لان الذي يجير هو الله سبحانه وتعالى والذي يعني يحل المشاكل هو الله سبحانه وتعالى وانت يعني لا تحل حتى حتى عندك فمك فبالاحرى ان تحل مشاكل المغاربه. إذا لا يستطيع لأنه يخرج في خطاب ويرد على هذا الـ هذا الخطاب كذلك ويقول للجزائر يعني ردوا بالكم إننا سنـ سنـ سنبعث إليكم جيش العياشة ليـ ليـ ليبيدكم عن بكرة أبيكم فقط لكنه لا يستطيع لا يستطيع سيبلع فما هو سيبحث عن الكيال يختبي وراءه ويقول شوف يشكي عليه يقول شوف شعدلوا للجزائر شوف هذو الجزائر يتحرشون بنا كل يوم اطلقنا علينا اطلقنا عليهم عياشتنا من كل الاصناف ولكن لا ما جاب ما جاب نتيجه اطلقنا عليهم كل عزك الله كلابنا في الفيسبوك وفي اليوتيوب ينهشون الجزائر فعلت الجزائر قالت الجزائر غدارين الجزائر غدار الجزائر فعلتنا الجزائر كل مصائبنا من الجزائر يعني هذا شلي اللي تسمع كل نهار من طرف العياشه تركوا كل مشاكل المغاربه وتركوا كل المصائب التي يوجد فيها المغاربه وتركوا كل التصوير يرون التصوير بام عينهم ويرون صعود المفسدين الى الانتفاخات ويرون يعني الزيادات في الاسعار ولكن سبحان الله أعينهم يعني عمياء عن هذه المواضيع لماذا لان التليكوموند موجههم شور شور الجزائر التليكوموند قال لهم لا 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 يا الجزائر عليكم بالجزائر عليكم بفلان وعليكم بفلان وصفوهم بالكابرنات صفوهم بالجنرالات صفوهم ما نعرفاش قولوا بانكم ليس لديكم لا سميد ولا عدس ولا لا كذا ساكن العياشي مسكين همه في بطنه شوفوا حتى صاحب الدجاجه حينما يريد ان يقدم خدمه للشعب يفكر في البطن الشعب لا يحتاج الشعب ممكن على انه يكون منتج ولكن لما يكون الحاكم منتج لم يكون الحاكم منتج ويستطيع لانه يبني دولة انا ذاك الشعب سيبني دولة وانا ذاك الشعب لن يستطيع لن, لن يكون في حاجه ان يمد يده من اجل قالب من السكر والله والله كيلو من اتاي والله من زبيلني والله من من, من 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 الدقيق والله هذا اشكاليات عميقه جدا إشكاليات عميقة جدا في صنع ما يسمى بدولة لأنه واحد يقول لك أنا عندي دولة وهو عنده جيش فقط من العياشة ينهشون لحم الجيران كل نهار صبح مساء يتحدثون في الخوى الخاوي يتكلمون عن الخوى الخاوي ينشرون الفراغ فين ما كان شي جاهل فين ما كان شي مصيبة كحلة فين ما كان شي واحدة يعني ما عندها شغل فين ما كان شي واحد ما عنده شغل فين ما كانش واحد ما عنده مستوى فيش كل واحد ما عنده ديبلوم ما عنده ثقافة ما عنده لغة ما عنده شيء قد يتكلم به يقول له المخزن يلا سير انهش لحم الجزائر فإنه فسنغدق عليك القنصلية ستدور معاك الخارجية ولا تدور معاك الداخلية والله يدور معاك فلان ويتنابحون هنا وهناك وظنوا انهم صارعين بطولة يظن عليهم بطولة عندهم البطولة ورايت يعني اليوم شفت شفت واحد المجموعه قالك فدائي صاحب الدجاجه مع اه لا دا فدائي المملكه الشريفه ما شاء الله الفدائيين كاع عندكم الفدائيين عندكم الفدائيين كاين شي مالك يكون عنده فدائيين كاين شي مالك عنده الثروه وهو سارق الملايير لا يبحث عن الفدائيين باش يصنع التغيير ولكن لقيتوا الشعب الكل خمسيكين لكم تقولوا اللي مساكين راكم تقولوا له اللي بغيتوا إذا أعود إلى هذه الجملة اللي هي مهمة جدا، واللي فيها ذكر النظام المخزني بصراحة، أنا باش يعجبوني باش يعجبني يعني كل من ينتمي إلى إلى الجيش الشعبي الجزائري، صريحين، صريحين، واضحين، لغتهم لغتهم واضحة. لغتهم تحمل يعني تتناسب مع الموقف قارنت فقط شفت شفت تصريح للبرويطه شفت البارحه تصريح عدل البرويطه بمناسبه ما اعرفش لكلمه كلمه المغرب امام الامم المتحده جمعيه الجمعيه العامه للامم المتحده <applause> أماما. عندي يعني كان حد اللي مره مره يحركوا شوي كانوا كان ترجع له الروح هنا المملكه المغربيه هنا المملكه المغربيه والله يعني انا ما استفدت ولا شيء انا نفسي والله ما استفدت ولا شيء ما عرفت هاي واش كلمه ما ما عرفت ما ما عرفت يعني حتى الطريقه باش باش يقراها سيكين مخلوع 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 ما عنده حتى الطاقه باش يقد يتكلم باش يبين ياك انتم تقولوا احنا الاسد وحنا القوه الاقليميه وحنا احنا قابضين السماء وقابضين القمر احنا خلينا محمد الخامس في القمر وقبضنا القمر بفضل محمد الخامس ومسكين ها 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 ها, ها مسكين هم... ها ها يدراطي ها... كيف سياره الها عندها 40 عام وهذا هو المستوى الحقيقي للنظام لان من يتبان لك الدوله تبان الدوله في الـ في الـ في, الخطابات القويه في الناس شكون هي شكون اللي مقدمه هذه الدوله اللي تقول عنها دوله شكون اللي مقدمه مقدمه الرجال الاحرار مقدمه مقدمه الشرفاء مقدمه الناس اللي عندهم كلمه واللي الناس اللي اللي عندهم مستوى يتكلموا باسمها لا مقدمه من الشفاره وشي من المجرمين شي من الذين يبحثون عن مصالحهم الذاتية فقط شي اللي يبحث على التقاعد باش يمرق 4 ملايين ولا خمس ملايين في الشهر ويمشي يرقد في الدار فقط ما كانش واحد منهم اللي هو أحرش وقاد يتكلم باسم, باسم المغرب بقوة يتفتف في الكلمة فلما ترى يعني الـ الـ شوفوا, شوفوا الجزائر لما تكلم معاكم لما يتكلم معاكم الجيش يتكلم معاكم الجيش كان بروتوكول بروتوكول كان بروتوكول كاين الفريق سعيد شنقريحه كاين الضباط كاين الجنرالات كاين الجميع قاعد التصوير احترافي الكلمه احترافيه حتى حتى المشهد الصوره الصوره احترافيه انتم ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ وما لا تكذبوا عليا لانني غطيت غطيت لمؤتمرات أحزابكم، غطيت لاجتماعاتكم الحكومية، غطيت لوزرائكم في السفريات، يعني ما يجي اليوم حد يعطيني دروس في هذا الموضوع لأنني أعرف الكواليس، ما عندكم ولا شيء، ما عندكم ولا شيء متقاد، شيء متقات. لانكم مانكم دايرين روسكم في صناعة الدولة، دايرين روسكم في صناعة أحوالكم الشخصية ونفخ حساباتكم البنكية فقط. وتستعملون الشعب تقبض واحد الفئه من الشعب من الجهلاء اللي ما عنده باش يعيش تم عليه درهم واثنين وثلاثه وتم هو حال فمه باش يمشي ينبح في الفيسبوك والله يخطب هنا وهناك وظن على معدل شي بطوله شك عنه راه لا الملك ويشوفوا بوريطه ولا يتصل به الملك واحد قاعد قال لك اتصل به الملك واحد قال لك اتصل به الملك ملك خلى شغله كامل اتصل بواحد في الفيسبوك يتكلم قال لك عن القاضيه الوطنيه والطاقيه الوطنيه والصحراء المغربيه ويظل مسكين يتميد الكلام في الفيسبوك والله حقيقه لما تسمع هذاك الخطاب تكتشف على انه فعلا هو هذا هو خطاب الزريبه ما بغيتو الخطاب ايش يكون هذا الخطاب بغيتو يكون خطاب مختلف عن ش يوجد في الكواليس شو واحد يقول انا اتصل بيا اعلى جهه في المغرب وقبضوا هذوك العياشة وتموا ينفخوا فيها قال لك اتصل به الملك وسول عنه الملك ووصاه الملك وقالوا لا جيت المغرب راه تهلاو فيه <applause> والله يا حق هذا تسمع هذا الشيء ومسيكين كل نهار التسبيح عنده التسبيح مع القايلة يتم يا هو الصحراويين ولاد عمو واهل ودم هذاك الدم اللي يسري فيه هو دم دم ولاد عمو وهو ينهش لحمهم مقابل ماذا واش مقابل إيش غدا يكملوا منك يلحوك غدا غدا يكملوا منك ويلحوك لن تكون اقوى من من الذين سبقوك يكملوا منك ويلحوك شر شر لوح ما تسول عنك الذيب وما اصلا يعني ما تعود عندك ولا قيمه ولا احد يعرفك في هذيك الزريبه والايام بيننا والايام بيننا رنش حال عاد قلت لنا كم من حد وقعنا نهاياته و... وآل الى ما آل اليه <applause> عفوا أنا. حتى بعد الى عادوا لا يعطوك نص الرباط بغاو يعطوك نص بعد على الاقل بيع بيع راسك لكن ما يعود ما يعطوك والو لا يقول لك سير نبع كذا قبض الاوديو فلان شكون هو هذا الاوديو اللي نعتمد عليه انا وقال وكن... نطبل به ونعتبره ونعرفه والشعب الكل اللي مسكين برافو عليك اعطيه البوزرزور زور اعطي ما نعرفهاش واحد مستوى هزيل جدا هزيل هزيل جدا هزيل لما تسمع هذا الكلام تهزيل والدول اللي واقفه على على كرعها تتحدث معكم فهمت تتحدث معكم لغه واضحه ترسل لكم الرجاله ليواجهوكم ليتكلموا معكم بلغه واضحه ما فيها لا هك ولا هك. انتم إيه ترسلوا لهم شكون هذا القوم؟ تتكلم معاهم كذا في الشرق يتكلموا معاك للغرب. اذا نعود لهذه الجمله لان ثبات بلادنا على هذه المبادئ وتصميمها على عدم الحياد عنها اصبح يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبه في المنطقه. تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس واطلاق حملات من الدعايه الهدامه من اجل تحجيم دور الجزائر في المنطقه واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاوله ضرب وحده شعبها من خلال اشعال نار الفتنه والفرقه والتشتت بين صفوفه فوجد الاعداء ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونه الامه وجندوهم كعملاء لهم في الداخل واستعملوهم كأدوات للوصول إلى مبتغاهم المتمثل في إضعاف الجزائر من الداخل والضغط عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأمة لكن لكن اسمع المخزن اسمع لي ترسلنا البروية طيب ها 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 ولا ترسلنا هذو, هذو طبالة المخزن اللي ليمسك لكن سيخيب مسعاهم وسينقلبون خاسرين مدحورين لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازم اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنيه وقرارات وقرارها السيد كما انها في اتم الاستعداد للتصدي بحزم وصرامه لكل المخططات الدنيئه التي تحاك في السر والعلن في السر والعلن في السر والعلن, في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر ومبادئها الثابتة ووحدة شعبها الابي الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته في كافة الظروف والاحوال كرجل واحد امام امام اي جهة تنوي الاضرار بجزائر الشهداء فارادة الشعوب لا تقهر. إرادة الشعوب لا تقهر هذا هو اللي ما بغى يفهم المخزن هذا هو اللي ما بغى يفهم المخزن المخزن عنده شعب مسيكين جهلوا فقروا حقروا سنوات وهو يستعبده جعله بحل العبيد ف2021 وانا نتحدث عن العبوديه في الزريبه نتحدث عن العبوديه في الفيسبوك راه الخطير هو تعود العبوديه في الفيسبوك عدو وحدين قاعدين في الفيسبوك يدعونا الى العبوديه في 2021 سيدنا 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 فعل سيدنا دار سيدنا احنا كنحبوا سيدنا احنا كنموت على سيدنا وهم حتى في الزريبه وما مساكنين خارج الزريبه ساكنين في الديمقراطيه في الديمقراطيه في دول ديمقراطيه ضمن لهم الحق والقانون وعطيتهم التطبيب وعطيتهم باش يعيشوا باش ياكلوا باش يشربوا لهم اولادهم وكذا وهما الصبح مساء عاش سيدنا دار سيدنا فعل سيدنا احنا زوين سيدنا احنا الله عمرها دار سيدنا وبالتالي يعني يكرسون العبودية ويدعون إلى العبودية ويجرون معاهم شكون دعاء في النفوس شكون اللي يجر معاهم يجر معاهم الناس اللي عاقلين يجر معاهم الناس اللي اللي عندهم شيء فراسهم من الثقافة ومن العلم هذوك ما, ما ينجروا ولكن شكون ينجر مسيكين ذاك اللي فقر ذاك المسيكين اللي فقر وجهل لدرجة أنه رأى محمد الخامس في القمر أقول الفرنسيون هون بأنه رأى محمد الخامس ظهر في القمر ما يستغرب ولكن بالنسبة لعياشي فعلا آه 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 قمر والله عياشي يقول لك آه المغرب زوين باش زوين يقول لك زويل فيه الطرقان فيه وفيه القناطر وفيه بحال راه القنطره اللي يسكن فيها يسكن في القنطره الله يقول لك اه فيها البحار وفيها فيها الاشجار وفيها ساكن انت في الاشجار ساكن في البحر اعطيك اعطيك نظام زريبة شي جزء من البحر لك في اسمك لا عندنا الثلوج وعندنا اعطيك انت شي نصيب في الثلج ش يعطيك انت هذا النظام حتى ت يعني بالنسبه لك انت النظام هو 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 البلد الملك هو البلد صافي الملك ملياردير راه را البلد ملياردير هو راه را الملك ملياردير والشعب كحيتي الشعب على على الدص الشعب الشعب قاعد على الدص افترش الدص إذا هذا فيما يتعلق ب بخطاب الفريق سعيد شنقريحة اليوم من وهران والذي واللي فيه رسائل واضحة بالنسبة للمخزن واللي أكيد أنه لن لن تجد يعني إجابات عليها من طرف المخزن لن يعني يستطيع أن يجيب ولا أن يعني يتكلم خايف طبعاً العياش قليلة الليلة <applause> إذا كما قلنا في أصدرات الخارجية الصحراوية وتكلم ما يقول العياش يقول لهم راه راه الخارجي راه كاين الخارجية الصحراوية يقول لك لا, لا لا ما كان الخارجية الصحراوية لا 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 كاين شي خارجية صحراوية يقول لك لا لا, لا جمعنا الكيان الوهمي الدولة الوهمية الدوله الوهميه داخل الامم المتحده وقعد وزير خارجيتها ينظم لقاءات مع نظرائه في الدول وهمية هذاك وهمي قاعدين هما مع الوهم نيكاراغوا قاعده مع الوهم الدول الاخرى قاعده مع الوهم تتكلم مع الوهم قاعده تتكلم مع راسها في الامم المتحده والامم المتحده سامحه على أن الوهم داخل داخل في القاعات ويحا ويشارك سبحان الله حتى الامم المتحده وهميه الجنون هذا عادو الجنون مش تعرف سكن الشعب الكلي خمسة دقائق ما شكعان لم يقول لك بوليزاريو ما بوليزاريو سب شك عن بوليزاريو سب لما يقولك واحد راه فهمت راه بغى يبرر راسو يقول لك واش انا انا عشان انا انا مع البوليزاريو هو شك عن بوليزاريو سب يعني شتم هو البوليزاريو شرف من تعود مع بوليزاريو وتعود تؤمن بفكر البوليزاريو بفكر التحرر وبفكر هذا الشعب الصحراوي المشتت أنك في قمة الشرف ومن تعود مع النظام الدكتاتوري الفاسد المجرم لأكل حقوق المواطنين المغاربة فأنت رانك في قمة السفالة ولكن مقلوبة عندك المفاهيم إذن يقول يقول بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية بأن المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية. أعمل اللي يقول لك كاين شي حرب لا 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 توجد حرب. ولكن جيشهم ماشي جاي. طائراتهم الحربية ماشية جاية. طائرات سيارات الإسعاف ماشية جاية. المستشفيات العسكرية والمدنية فاتحة بيبانها للمصابين والقتلى. والدفن في الليل وكذا ولكن ما كان الحرب. لا وجود للحرب. على حق قال المخزن، لا خاص حتى يقول لنا المخزن. النهار اللي قلنا المخزن راي كاين الحرب، هذيك الساعة راه كاين الحرب. أما ترك راه صاحب الدجاجة ما كاين الحرب ما كاين ولا شيء. ممنوع تقول بأن كاين الحرب في الصحراء الغربية اليوم. يلا نتحدى شي صحفي في, في الزريبة يكتب بأنه يعني راه كاين, كاين كاين الحرب. لا أحد، لا يستطيع. إذا كتبها يجد نفسه قدام القانون محكمه العزله الحبس ديريكت ما تتعطل وفي نفس المدينه تجد الفاسد الشفاره حديث ولا حرج سراق المال العام والمطبلين لسراق المال العام راهم راهم بداو يطبلوا للنسخه الجديده من الشفاره لانه المخزن درك بدل الخطه درك شاف هذوك المفسدين شوي وسخوه فقال نجيب شي نجيب شي فرقه جديده ل... للاعب راه قاعد اليوم على يجيب لكم اصغر رئيسة جماعه اصغر رئيس جماعه عدل... وبالله عليكم شيء عند الواحد عنده 20 سنه في... في الجماعه بالله عليكم واحد عنده 20 سنه ما فات عندي انا حتى عرف منين يقولوا الحسنيه ما, تلع... ما عرف حتى منين يرقد اعطيه انت الجماعه يسير الجماعه بسياره الجماعه و واسمه هو وي 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 ي ي ي قالك له و وي قال لك راه ينمي القريه ويبني القريه واحد عنده 20 سنه مازال يقرا في البكالوريا ولكن الموضه الموضه هي اصغر رئيس جماعه الله احسن اصغر رئيس جماعه ماشي احسن رئيس جماعه وافيد رئيس جماعه لا لا اصغر رئيس جماعه اصغر رئيسه جماعه هذه هذه الموضة ديال المخزن هذه النهارات هذا الشيء اللي سبحان الله كاين رئيس اصغر رئيس جماعة في كليمي المحتل واصغر رئيس جماعة في قدير. واصغر رئيس جماعة في الرباط واصغر رئيس جماعة منين ما جرى كل مرة يبرق لك المخزن بشي بشي خطة ولكن شي فيها الفايدة والو لا الا الشكليات بقات في اصغر ولا اكبر بقات في الاصلح واش كاين واش اصلح واش هذا انسان اعطيته جماعه واش لا يقدي بها والله لا ما تعطيه عنده عشرين سنه تعطيه الجماعه تقول له يلا تصرف لي في الميزانيه وتصرف لي في وكيف يتعامل مع 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 الموظفين وكيف يتعامل مع 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 الداخليه وكيف يتعامل مع المراسلات راه تجربه ماشي اللعب انتوما كل شيء عندكم لعب كل شيء لعب آه طالعت قضت الدنيا ما كاين لا محاسبه لا. قليمي من محتل 50 مليار اللي تنسال البلديه قليمي خمسين مليار سنتيم اللي تسالها اليوم. وذاك اللي سرقها مع مع, مع الفساد الثانيين راهم يحضروه باش يقبض المجلس الاقليمي باش يرجع للمجلس الاقليمي اللي كان فيه في يوم من الايام. كان في المجلس الاقليمي ردوا شور البلديه سرقها سرق منها 50 مليار ولا ردوا دراكم اللي كذلك المجلس الاقليمي باش يسرق. الديمقراطية الديمقراطية الله يخليك هذه قامة الديمقراطية إذا يقول بلاغ وزارة الخارجية الصحراوية اللي كان رد على مغالطات وزير الخارجية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت أن المملكة المغربية اللي هو وزارة الخارجية الصحراوية أوضحت أنه المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد نتيجه لتنكرها للاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنه 1991 تحت اشراف الامم المتحده ومنظمه الوحده الافريقيه. واضاف البيان ان وزير خارجيه الاحتلال تحدث اليوم امام الجمعيه العامه بلغه ليست لغه الامم المتحده وبمفردات ليست من قاموس المنظمات الدوليه ولوائحها. وتتناقض مع القرارات والاراء القانونيه لكل المحاكم ويقول نص البيان لانه مهم تسمع اسمع العيش اسمع 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 باش تنقي راسك شوي من 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 هذيك لغه المخزن راح نسبقناك لغه المخزن رانا حنا سبقناك لها رانا سبقناك لها تعرف شنو سبقناك لها سبقناك لها ولكن لغه المخزن كذب تضليل ولن يسمح لحد يقول الحقيقه من داخل الاعلام العمومي المغربي هذه شيء مؤكد حتى الخاص اللي هو اعلام مخابراتي ولكن في صفه خاص يقول لك الاعلام الخاص وراء ما كاين اعلام خاص لا والو هو كاين اعلام واحد ديال الزريبه الصحفي اللي مشاغب يرسلوا للحبس 12 عام الصحفي اللي مصدعهم يزجون به في السجن ويخلوا ذوك الزوينين ذوك اللي كتبوا مع المخزن وذوك اللي يلمعوا صورة المخزن ودوك اللي ما يكتب بموضوع خارج عن عن اطار المخزن هذوك زوينين تفتحوا لهم الاشهار ويستافدوا وتبرعوا واللي كان ساكن في ابارتمون يمشي الفيلا واللي كان في فيلا يعطى له وحده ثنتين ويستافدوا السيارات وكذا وينفخوا لكم باش يطلعوا لكم مستواهم لانه يعني مستواهم فارغ ينفخوا لكم فيهم باش يبان لك الشخص انت قد خدمه نشوفوا يعني لا ادل من ذلك على على الاصلع على اصلع لا الاصلع ما كان شي واحد سبحان الله يشوف صلعته ما كان واحد يكتب له صلعى. اصلا انت اصلع حتى في التعاليق ما كاينش يقول له انت راك اصلع لا 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 ما كاينش هذاك ما هو اصلع هذاك يشوفوه بشعره هذاك يبالهم بشعره لانه تابع المخزن اذا يقول البيان لم يبقى امام المحتل المغربي بعد فشله في تشريع احتلاله بقوه السلاح وشراء الذمم واللوبيات والمقايضات البائسه الا لغه التعنت والمغالطات التي تلفظ بها او تلفظ بها وزير خارجيه الاحتلال اليوم امام دوري دوره الجمعيه العامه للامم المتحده وزير البلاط المغربي الظالم الذي لم يجد من منقذ من السقوط النهائي نتيجه نتيجه لمغامره الصحراء الغربيه سوى الارتماء التام في احضان الشيطان تحدث اليوم امام الجمعيه العامه بلغه ليست لغه الامم المتحده وبمفردات ليست من قاموس المنظمات الدوليه ولوائحها وتتناقض مع القرارات والاراء القانونيه لكل المحاكم. لا شك ان وزير الاحتلال المغربي مقتنع تمام الاقتناع ان جزء كلمته حول الصحراء الغربيه لا يمكن ان يغالط اعضاء الامم المتحده لان القضيه الصحراويه اكبر من ان يتم تحويرها او اعاده كتابها كتابتها او القفز على طبيعتها. وعلى غرار نظام الأبرتايد تواصل الرباط سياسة التعنت والهروب إلى الأمام والنتيجة ستكون في النهاية فاتورة ثقيلة إن المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد نتيجة لتنكرها للاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وتعبر الجمهورية الصحراوية من جديد عن تشبثها المطلق بحقها المشروع في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي والقانون الدولي وتدعو الامم المتحده والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي الى فرض على على المملكه المغربيه انهاء احتلالها اللاشرعي شرعي لاراضي الجمهوريه الصحراويه ما دام المغرب قد عرقل تنظيم الاستفتاء الذي يعتبر هو الحل السلمي الذي وقع عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجماع إن المغرب وقع على حل الاستفتاء باعتباره الحل العادل والتوافقية والعملية والواقعي كما جاء في الفقرة الخامسة من مخطط التسوية وتعلن حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب عن تمسكهما بقدسية الحدود الدولية المعترف بها وببطلان حيازة الاراضي بالقوة وستعملان مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في السيادة والوحدة الترابية ضد العدوان المغربي ويحمل الطرف الصحراوي مجلس الامن وبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر عدم منعهم للمحتل من ارتكاب أبشع الجرائم التي يندى لها الجبين ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة والسكوت اللامبرر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إدارة الاحتلال وقواتها اخترافها وهذا بالرغم من نداءات جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والموثقة تقاريرها أو الموثقة في تقاريرها والموثقة في تقاريرها ولوائح المتكررة وحرر ببير الحلو في الثامن والعشرين من شتنبر 2021 شفتوا الفرق كذلك بين بين بيان طبعا بيان بيان الصناديد وبين بيان بيان اه وانه وهكذا واننا وما نعرفهاش يعني الجميع الجميع طبعا سيلاحظ الفرق فرق ان هناك فرق فرق بين واحد يدافع عن قضيته ومؤمن بها ومتمسك بالسلم حينما يتعلق الامر بالسلم ولا دخل الحرب كذلك وقاد الحرب وبين من يلعب مخزن فقط يلعب يلعب طلعت قضت افشل نجاح اش خاسر هو؟ بالله عليكم اش خاسر؟ هو واش عطي اولاده في الحرب؟ النظام اليوم، النظام المخزني ولاد الوزراء ولاد المسؤولين قاعدين اليوم في الحرب ماشيين في الحرب يموتوا في الحرب في الجنديه داخلين الجيش جنود دوزيام كلاس ولا واحد منهم داخل الجيش ولا واحد منهم راسل للجيش حتى إذا دخل الجيش يحطه في الدار البيضاء ولا في مكناس ولا في فاس ولا باش ما يمشي للصحراء الغربيه. شكون اللي ماشي لها مسكين الشعب المغربي ذاك اللي مفقر مسكين ذاك اللي مخلي المراه والتركة والام والاب في شي قريه من القرى اللي يعني لا زالت تعيش في تعيش في القرون الوسطى ومسكين يرسل لهم واحد عشر الاف ولا عشرين الف ريال في الشهر باش يعيشوا لا باش لا باش يبلو ريقهم والنظام يكذب عليهم الصحراء ديالنا صحراء صحرانا صحراء ما نعرفش والمرتزقه وكذا الكلام كلام ما, ما لا يقدم ولا يؤخر في شيء وما عنده ولا مصداقيه ولا مصداقيه والمشكله على انه مضلل ياسر من الشعب الى درجه انه الناس ما يعني تميزوا بين الحقيقه والصواب احييكم اينما كنتم أشكر لكم خالص المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.